السلام عليكم، احمد مصطفى من قناه مستر بونتك. الحلقه دي ناس كتير كانت مستنياها، فقبل ما نخش فيها حاب اقول حاجه بسيطه. قريب جدا الشتاء داخل وهيبدا الكسل، والشتاء بالنسبه لي انا يعني كسل، الشتاء بالنسبه لي يعني نوم، خلاص بقى مفيش شغل، الدنيا هتهدى ونوم ومش عارف ايه وكده، ده بالنسبه لي. فعشان نقدر ان احنا نعمل حاجه عدله في الشتاء، واقدر ان انا اعمل حاجه مختلفه عن اللي انا بعملها كل سنه، وابقى نشط جدا في الشتاء، محتاج دعم، محتاج لايكات، محتاج ناس تقول لي اعمل كذا، محتاج ناس تقترح عليا حلقات، محتاج حاجات كتير. فما تحرمنيش من الكومنت بتاعك دي بدايه، ما تحرمنيش من اللايك بتاعك او الديسلايك لو الفيديو ما عجبكش عادي، بس اهم حاجه هي تعمل لايك يا ديسلايك، ما تسيبش الفيديو كده. وما تحرمنيش من الكومنت بتاعك الحلو الجميل كحاجه تحفيزيه او كحاجه بتقولها او كاقتراح لحلقه ما، اي حاجه. انتوا عارفين ان انا بلبي كل الطلبات، يعني اي حد بيطلب مني حلقه بعملها. والنهارده حلقه من الحلقات اللي الناس كلها طلبتها، والناس اللي عايز تبدا بقى في مواقع اختصار روابط، والناس اللي عايز تبدا في موقع الكتروني وخايفه من حوار قفل حساب جوجل ادسنس. هنتكلم النهارده عن مشاكل وليه حساب جوجل ادسنس بيتقفل وازاي تحل الحاجات دي، ولكن طبعا في حاجات منها ملهاش حل، فعايزين نركز ونشوف كده الموضوع هيمشي ازاي، وان شاء الله ان شاء الله تطلع من الحلقه دي مستفيد جدا، فركز معايا قوي. قبل ما نبدا الحلقه اللي هتبقى بعد دي، اللي هي هتبقى الربح عن طريق موقع ام بي سي كاش، هتبقى خطيره. فما تنساش انك تشجعني بلايك للفيديو، اشترك في القناه عشان الحلقه دي ما تفوتكش، الحلقه دي هتكسب منها فلوس كويسه جدا، هو يعتبر استثمار ناجح يعني. فاشترك في القناه ان كنت اول مره تشوفني، او اشترك في القناه عشان الحلقه دي ما تفوتكش، هتبقى ان شاء الله بكره بعده كده، فهتلاقيها على طول ان شاء الله. فالفيديو ده هيوصل لعدد لايكات معين هنقوله في اخر الفيديو، بعدها على طول هم منزل الحلقه باذن الله. اول سبب ممكن يعرض حساب جوجل ادسنس بتاعك انه يتقفل النقرات غير شرعيه، في بي ان والبروكسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه النقرات غير شرعيه اصلا، وايه التحديث الجديد بتاع جوجل اللي خلى الموضوع ده ما بقاش خطير قوي زي الاول؟ موضوع النقرات غير شرعيه انك تضغط على اعلاناتك، انك تحدي او ان انت تجيب في بي ان، انت مثلا من مصر اهو، تجيب في بي ان يخليك بدل ما انت من مصر ويغير الاي بي بتاعك لامريكا، عشان طبعا نقرات امريكا 3 4 10 اضعاف نقرات مصر، فبالتالي الناس بتعمل الفي بي ان ده عشان تزود ارباحها بجوجل ادسنس، ودول بيسموهم الكليكرز، ولكن دول اصلا بيستخدموا حاجات مدفوعه، بيستخدموا حاجات غريبه، مش كل الناس عارفه الموضوع ده، وممكن نتكلم عليها في حلقه بعد كده وازاي تتعدي من الناس دي، ولكن يعني خلينا دلوقتي في اللي احنا بنشرحه. تمام، فالناس اللي بتعمل كده بتكسب فلوس كتيره جدا من جوجل ادسنس. ممكن الناس الكليكرز دول، الناس اللي عارفه ازاي تهرب من جوجل، والناس اللي عارفه ازاي تضغط على اعلاناتها وتكسب فلوس من الموضوع ده، دول فعلا بيكسبوا الوفات والوفات بالعشرات الالاف، يعني بيكسبوا كتير جدا من جوجل ادسنس. ولكن احنا عايزين نعرف ازاي نهرب من النقرات الغير شرعيه اللي بتجيلنا. انا كواحد عندي موقع الكتروني بخاف ان اي حد يضغط لي نقره غير شرعيه، فبقوم رايح مكلم ادسنس على طول، اول ما احس ان في حاجه غريبه، في نقرات كتير، في نقره زياده، في مش عارف ايه، في نقرات زياده كتير قوي في الموقع، فبيبقى في حاجه على طول، بقوم رايح مكلم ادسنس اقول لهم يا جماعه شوف الموقع بتاعي انا ما بضغطش على الاعلانات، في حد بيضغط على اعلاناتي. هيقولوا لك حضرتك فعلا في حاجه مشبوهه في الحساب بتاعك، في مشكله، فهنحل لك المشكله وهنشيل لك النقرات الغير شرعيه طالما انت قلت لنا، وهنشيل لك الارباح بتاعتها. تمام، يبقى ده اول حل للنقرات الغير شرعيه، يعني لما حد يضغط لك اعلانات بقصد ده اسمه نقره غير شرعيه، ضغط لك عليه بالبروكسي او الفي بي ان فده اسمه نقره غير شرعيه. ازاي تهرب من الموضوع ده؟ بطريقتين، بالطريقه اللي سائلها لحد دلوقتي دي ان انت تروح تكلم ادسنس، والطريقه الثانيه وهي التلقائيه من جوجل اصلا، بقى الفتره دي التحديث الاخير في جوجل خلى ان هو اصلا بيشيل لك النقرات الغير شرعيه في الاخر، يعني لما حضرتك بتروح تسحب ارباحك بتلاقي يقول لك تم اضافه، مثلا لو انت كسبت مثلا سي مثلا انت كسبت الشهر ده 50 دولار وانت اصلا كان معاك 60 دولار، فال 50 دولار دول مش ممكن ما يوصلكش صافي، ممكن يوصل لك مثلا 45، يقول لك 5 دولار دول ضريبه النقرات الغير شرعيه اللي كانت عليك. تمام، وصلت. هي دي اللي ادسنس عم بيعمله، ودي احسن خطوه عملتها جوجل في تاريخها. تمام، حته النقره الغير شرعيه انها يشيل لك ارباحها. حلوه. النقطه الثانيه، الناس اللي عندها موقع اختصار روابط او الناس اللي عندها موقع ربحي، الناس دي ما بتقدرش انها تستخدم موقع او تستخدم جوجل ادسنس واحد، ما بتقدرش تستخدم حساب واحد، لازم تستخدم اكتر من حساب. اوعى 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 تسمي الحسابات بتاعت جوجل ادسنس بتاعتك بنفس الاسم، اوعى تعمل كده. ملحوظه ثانيه، مش لازم الحساب او الاسم اللي هتسحب بيه فلوسك في جوجل ادسنس يكون هو نفس الاسم اللي انت عامل بيه الحساب، انت ممكن تخلي اي حد في الدنيا يسحب ارباح جوجل ادسنس بمجرد بس انه ياخد الرقم الام تي سي ان، فهو كده بقى معاه الدفعه خلاص. تمام، فاي حد ممكن يسحب ارباح جوجل ادسنس، مش لازم اللي مبعوت له الدفعه، عادي. تمام، فخد بالك من النقطه دي يا جدعان، ان لازم
لو انت هتعمل اكتر من حساب جوجل ادسنس اوعى يكون بنفس الاسم، اوعى هيتقفلوا كلهم، هيتقفلوا كلهم حرفيا. يعني انت عندك اربع حسابات بنفس الاسم كله هيتقفل، لو واحد فيهم اتقفل كله هيتقفل. واوعى تعمل حسابين من نفس الاي بي. بص تمام، يعني اتمنى بس انت ايه تاخد بالك قوي، لان ده حاجه صريحه كده من جوجل ادسنس بتقولك انك ما ينفعش تمتلك حسابين جوجل ادسنس. ما ينفعش انت، انا كمصطفى انا كواحد اهو ما ينفعش يبقى عندي حسابين جوجل ادسنس، ما ينفعش، محظوره في ادسنس. تمام، فبالتالي خد بالك قوي من النقطه دي، خد بالك قوي لو انت عندك موقع اختصار رابط، يا اما تشتري حساب جوجل ادسنس يا تخلي حد من بره يعمل لك حساب جوجل ادسنس من دوله تانية خالص او من منطقه تانية او من حته تانية خالص يعمل لك حساب جوجل ادسنس ويديهولك. او طبعا انه يعمل لك حساب جوجل ادسنس ده محتاج تفعيل وحوارات، فانت هتضطر في الاخر خالص انك تشتري حساب جوجل ادسنس عادي متفعل متظبط، وده هيكلفك في حوالي حاليا 2000 جنيه وده رقم كبير جدا لو عايز حساب مقبوض منه وكده، لما في حسابات تانية بتوصل لسعرها لحد 800 جنيه و700 جنيه وفي 500 جنيه كمان، فانت وشطارتك. ولكن انك تعمل حساب جوجل ادسنس بنفسك حسابين 3 4 ده ما ينفعش، حتى لو هتغير الاسامي، لانك كده انت بتضحك على جوجل رسميا، بتقول لهم انا الاي بي اهون وهعمل بنفس الاي بي 3 4 حسابات، ده ما ينفعش، ده مرفوض. تمام، ده ممكن يسبب لك في قفل كل حساباتك، خد بالك. رقم 3 ودي حاجه بنسبه كبيره صح ومش متاكد منها قوي، ولكن خد بالك، يقال يعني ان حسابك لو عدى ال $5,000 بيحصل مشكله. طيب لا، مش مشكله مش في دماغك، لا عادي، ولكن المشكله لما يعدي ال $5,000 بيحصل مراجعه للدفعه جنيه جنيه، مش دولار دولار بقى، جنيه جنيه. ولما الدفعه بتتراجع واحده واحده وسنت سنت وكده دايما بيبقى فيها مشاكل، فبنسبه كبيره الدفعه دي ما بتوصلش. يعني انت لما حسابك يجيب ال $4,000 ده بقى ايه اللي انا قلته لك اهو، اعمل اكتر من حساب جوجل ادسنس، او يكون عندك اكتر من حساب، مش تعمل، يكون عندك اكتر من حساب، ده اللي هيفيدك في حته ال $5,000 دي. فانت حاول ما توصلش حسابك ل $5,000 مهما كان بقى الفلوس اللي عندك، مهما كان الدنيا. لو انت عندك اكتر من موقع او عندك موقع الكتروني بيجي له زيارات كتير، نص مليون مليون زياره في اليوم والحاجات دي، مواقع ربحيه بيجي لها ارقام زي كده، فالموقع بتاعك ده حاول انك تحط له شفرات اعلانيه من حسابات مختلفه، وكل صفحه يبقى فيها شفره من حساب مختلف، فبالتالي ده هيخلي ان الموقع بتاعك او حساب ادسنس بتاعك يعني الارباح بتتوزع على كذا حساب، على ثلاث حسابات، على اربع حسابات، فبراحتك. عشان كده ادسنس ما بيقولكش لا انت ليه تحط اربع شفرات بس، ليه تحط خمس شفرات بس، ده كان زمان، لكن دلوقتي انت ممكن تحط اي عدد من شفرات جوجل ادسنس، اي عدد، ولكن خد بالك انت بتحطها فين، وخد بالك ان الناس ما تضغطش عليها كده، ما تخليش الناس تبقى ضغط على الاعلان قصده عشان تجيب الحاجه اللي هي عايزاها. مثلا في ناس ممكن في اختصار رابط يحط لك انك تضغط على الاعلان وهو بيضغط على السكيب اد، عشان يجيب السكيب اد لازم يضغط على الاعلان، فدي مشكله كبيره جدا، ده هتعرضك انت لقفل حساب جوجل ادسنس. ويبقى قلنا حل الموضوع ال $5,000 ده ان يكون عندك اكتر من حساب جوجل ادسنس، تشتريهم بقى حد من بره يعملهم لك، معرفش، اتصرف يعني في الموضوع ده. رقم 4، اعلانات المواقع الاباحيه. هل مثلا جوجل ادسنس حاطط عنده في جوجل ادسنس لما افتح الواجهه يعني السياسات وكده، موضوع المواقع الاباحيه او الاعلانات الاباحيه في ادسنس، انت لما بتيجي تفعلها علما منك او انك فاكر يعني ان هي ارباحها اكتر، طبعا ده حرام 100%، وده اللي بيخلي ارباح ادسنس حرام. الناس اللي بتستخدم المواقع، الناس اللي بتستخدم الاعلانات الاباحيه اللي في ادسنس ده حرام، تمام، وبتخلي ارباحك كلها حرام من ادسنس، فانت لازم ايه تشيلها. تمام، اهم حاجه يعني ان الناس اللي متخيله ان هي لما تختصر حاجه اباحيه، موقع اباحي، اي حاجه من الحاجات دي وتنشرها في موقع اختصار رابط، او يعني تختصر حاجه في موقع اختصار رابط لموقع اباحي، تمام، وتنشره ويجي اعلانات ويجي حاجات والناس تضغط على اعلانات جوجل ادسنس، هل ادسنس او هل جوجل ما بتعرفش المصدر، ما بتعرفش ان ده موقع اختصار رابط، وتخش على الرابط وتلاقي ان ده موقع اباحي، هتعرف الكلام ده؟ تمام، ده برضو بيسبب في قفل حساب جوجل ادسنس. تمام، رقم 5، ان يكون الدومين بتاعك محظور في جوجل ادسنس. يعني ايه؟ يعني مثلا انا الدومين بتاعي وليكن اسمه MrBoomTech.com، انا قمت عامل الموقع تمام وكل حاجه وقمت قدمت على ادسنس، ادسنس رفض الموقع بتاعي. تمام، تمام، لو انت حضرتك قمت مقدم مره ثانيه بحساب ثاني، بحساب ثاني ادسنس، يعني ادسنس خلاص رفضه، قمت انت مقدم بنفس الموقع بنفس الدنيا لحساب ثاني، يكون الدومين ده اتحط في البلاك ليست في ادسنس. لما يتحط في البلاك ليست في ادسنس بنسبه كبيره او بنسبه مثلا 90% الحساب بيتقفل، وطبعا الدومين بيترفض لان انت ما غيرتش حاجه، ما عملتش اي حاجه، انت بس عملته في حساب تاني، فده بيبقى سبام بالنسبه لهم، فبالتالي حساب ادسنس بيتقفل.
فخد بالك برضو من الحته دي. ودي برضو من النسب اللي هو مثلا بنسبه 90-85% الحساب بتقفل، مش بنسبه 100% يعني. برضو حاجات تاخد بالك منها يعني. رقم 6 للناس بقى اللي عندها اختصار رابط، او الناس اللي عندها موقع اختصار رابط، ليه بنقول لك اشتري سكريبت مدفوع حتى لو مش غالي؟ سكريبت مدفوع على فكره يا جدعان، الناس انا قلت ب $1000، لكن ده سكريبت معين، ده سكريبت معين يعني. انت ممكن تعمل او تبني او تجيب مصمم يعمل لك سكريبت ب $400 ب $300 ممكن اقل من كده كمان، تمام؟ فالسكريبت الغالي المدفوع ده اصلا ب $1000، لكن في سكريبتات بتتعمل بتتبني ب $400 ب $300، انت بس الفكره انك تدور على مصمم محترف، مصمم شاطر يعني، وده تلاقيه على خمسات وتلاقيه في كل حته يعني، اب وورك، كل الكلام ده موجود. فرقم 6 دي للناس بتوع اختصار رابط اللي هم السكريبت المجاني. الناس اللي عندها سكريبت مجاني ده من اخطر الحاجات اللي ممكن تقفلك حساب جوجل ادسنس، من اخطر الحاجات فعلا. ان السكريبت المجاني ده سهل الاختراق، السكريبت المجاني سهل انك تتحايل عليه، ولما تتحايل عليه معنى كده حساب جوجل ادسنس بالسلامه، تمام؟ فخد بالك قوي من الحاجات دي. بالنسبه للسكريبت مجاني ده مصيبه بكل ما تحمله كلمه من معنى. يكون موقع بيكسب $1000 $2000 في الشهر وعنده سكريبت مجاني ويقول لك حساب ادسنس اتقفل، ايه مش ملاحظ حاجه يعني؟ مش ملاحظ ان انت بتكسب فلوس كتير ومش عايز تشتري حاجه مدفوعه؟ ما ينفعش تكون بتكسب ومش عايز تدفع، ما ينفعش خالص، لازم تستثمر ولازم تحط فلوس في حاجه، تمام يا جدعان؟ اتمنى كده اكون افدتك النهارده، وان شاء الله يعني يكون الست نصايح او الست حاجات اللي انا قلتهم دول فعلا 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 بنسبه 90% او 95% الحاجات دي، لو انت حسبت جوجل ادسنس بتاعك اتقفل بنسبه 95% الحاجات دي اتعرضت لك، او الحاجه دي اللي انا قلتهم النهارده انت وقعت في حاجه منهم عشان كده حسابك اتقفل بنسبه 95%. انا ما قلتش كل حاجه، ولكن فعلا الحلقه دي محتاجه حلقه ثانيه وثالثه ورابعه. انا دلوقتي 14 دقيقة ومش عارف المونتاج قد ايه، ولكن الفكرة زي ما قلت لك يعني في حاجات كتيرة جدا في ادسنس ممكن تقفل لك الحساب. بس انا حبيت بس اجيب شوية حاجات كده للناس اللي هيعملوا موقع اختصار رابط والناس اللي خايفة من موضوع اختصار رابط، وحبيت اجيب شوية حاجات للناس اللي عندها موقع الكتروني عادي وكده، قلت يعني على بركة الله يعني. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهدة، يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده يا جدعان ل 400 لايك. لو الفيديو ده وصل 400 لايك بكرة هنزل لكم الحلقه بتاعت استراتيجيه الربح من موقع ام بي سي كاش، وعد. لو وصل 400 لايك بكره هنزل لكم الاستراتيجيه دي. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، واشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. مره ثانيه، بكره لو وصل 400 لايك هجيب استراتيجيه الربح من موقع ام بي سي كاش، ارقام كبيره. بس شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.